قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن هذا العصر هو عصر التمكين الحقيقي للشباب. وأضاف أننا شاهدنا نوابا في مجلس النواب من الشباب، وشاهدنا نواب محافظين من الشباب، وفي كل القطاعات هناك شباب يتولون المسؤولية. كان العصر ده نقدر نقول عصر تمكين الشباب الحقيقي. احنا شفنا نواب في منتهى الروعة في البرلمان، شفنا نواب للمحافظين على مستوى من المسؤولية ومعدين بشكل كبير جدا، شفنا شباب من المذيعين، شفنا شباب من الدبلوماسيين. فعلى الحقيقة العصر اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده ويعتبر عصر تمكين الشباب الحقيقي. ولكن احنا بالنسبه لنا بنناقش وماشيين في خطوات مهمه جدا في الجمهوريه الجديده في مزيد من التمكين للشباب. الشباب يعني مهم جدا بناء وعي وطني ليه بشكل كبير جدا.